تحتل اليمن مساحات واسعة من التراث الفني التركي، ومنذ عقود ردد فنانون ذكر العربية السعيدة في أغانيهم، لكنه حضور ملا في الغالب إلى الفقد والحزن. واحدة من هذه الأغاني كانت دافعا لكاتب تركي للبحث في جذورها وتوثيق اللحظة التي قيلت فيها. يمن رافقتني اليمن منذ سنوات عمري الأولى، وقد كنت أسأل دائما لماذا أسمتني أسرتي أولوش يمن أصلا، وقد عرفت أن جدي ذهب إلى هناك ولم يعد كغيره من جنود تلك الفترة، فحملت أنا اسم ومسؤولية تلك البلاد. كما عرفت أهمية اليمن ليس فقط من خلال التاريخ، بل لكونها تعد وجهة المدينة ومكة، ومن اليمن تبتدئ الأماكن. دفعني ذلك للبحث في الأغنية الشهيرة التي تم غناؤها لأول مرة في العقد الرابع من القرن الماضي، وقد أنتجنا فيلما عنها. لقي الفيلم الخاص بالأغنية اهتماما بالغا عقب فوزه بالمركز الأول في مهرجان شبكة تي آر تي للأفلام الوثائقية للعام 2016، وقد كان ذلك أيضا دافعا لليمنيين، حيث أقامت السفارة والجالية اليمنية في اسطنبول احتفالية خاصة بطاقم الانتاج. الحديث بشكل عام على العلاقات التركية اليمنية حديث طويل يمتد إلى مئات السنين، ولكن ما يهمنا في هذه اللحظة أن نقف على أعتاب هذه الفن اليمني أو الفن التركي والفن اليمني، وكيف تجاذب أطراف هذه القصائد والأغاني التي تعبر عن هذه العلاقة بين الشعبين. لكنه احتفاء يظل منقوصا، فالجميع هنا أرادوا أن يروا الموطن الذي رددت فيه الأغاني في حال أفضل مما هو عليه، وهي أمنية منتج الفيلم. أتمنى أن تصبح البلاد التي نحبها في وضع أفضل مما عليه الآن، فقد كنت أرجو أن أذهب لإكمال العمل هناك، لكن كنا مضطرين للبحث في أكثر من 2000 وثيقة إرشيفية، واستغرق منا ذلك نصف عام. هل تحتاج اليمن لنفس هذه المدة للخروج من مأزقها لتصبح مكانا مناسبا لكل من يريد قراءة ماضيها أو استشراف مستقبلها الذي ما زالت تبحث عنه، لتصبح مصدرا لأغاني الفرح والحلم؟